Kita rekam bersama doa yang mau kita baca ini. Disimpan nanti, kalau ada yang sakit, kirimkan, didengarkan ke telinga sebelah kanan. Pada hitungan ketiga, on satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله الشافي بسم الله الوافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا شافي يا كافي يا معافي اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بسم الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله العظيم رب العرش العظيم أذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وإذا مرضت فهو يشفين رب أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas suratal mustaqim Suratal ladhina al'amta alaihim Wa ilil ma'adubi alaihim Wa ladhallin Amin Dengarkan ke telinga kanan Bangun Subuh Maghrib Dan mau tidur malam Subuh awal hari Maghrib awal malam Mau tidur awal kehidupan baru di awal-awal start itu diiringi dengan doa supaya itu yang mewarnai akal, hati, telinga, pikiran semuanya. Munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan datang dari Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Wallahu a'lam